خلينا بقى نتكلم يا كريم كده في البداية يعني عن الدوري، لأن البداية امبارح أو زي ما بيتقال كده ضربة البداية امبارح للموسم الجديد للدوري المصري كانت حاجة مشرفة جدا، وكانت بداية قوية. يعني لو حضراتكم تابعتوا أو من حضراتكم يعني اللي تابع ماتش، كان يعني يخلص بنتيجة 3-0 البنك الأهلي والإنتاج الحربي، والتاني كمان يحصل فيه ريمونتادا عظيمة جدا، يتحول من 1-4-1 يعني ليه 4-4 بين سموحة والاتحاد السكندري. لا درجة إن بجد يعني الواحد امبارح، أنا بجد يا كريم اتفرج امبارح مع قرايبي يعني، فبتكلم بهزر مع بعض يعني من قرايبي، بقول لهم يعني خلاص احنا ممكن ما نتفرجش بقى بعد كده، لو استمر الدوري المصري بهذا الشكل ممكن ما نتفرجش على الدوريات الاخرى، لان فعلا لا كان بجد والله ابتدى يبقى فيه قوه شويه في اللعب، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. بس يعني على كل حال بعيدا عن اي حاجه تانية، فعلا عجبني جدا المستوى الفني يعني فرق الدوري، بنتكلم كده من البدايه، والبدايه الهجوميه كمان عندهم لكل المدربين، يعني كله داخل يهاجم يا كريم، مش كله بيلعب بقى اللعب اللي يمكن شفناه الموسم اللي فات وكمان اللي قبليه، لا انت داخل بتهاجم في اصرار. يعني اعتقد يعني كمان لو اتكلمنا في ماتش سموحه الاتحاد، بعد ما كان سموحه متقدم 4-1، التغيير اللي حصل من كابتن حسام حسن اعتقد حسم الامور بالتعادل، هنا بنتكلم 4-4 حاجه كانت يعني مش متوقعه خلينا نقولها بهذا الشكل. وعجبني كمان الروح العاليه اللي كانت في ماتش فيوتشر وفاركو، يعني اعتقد كده الموسم ده هيكون موسم قوي، وهو ده اللي احنا كنا بنطالب بيه، احنا عايزين نشوف يعني كوره حلوه، وعايزين يبقى في تنافس شديد، لان لما التنافس بيبقى موجود بالتالي بيكون في كوره حلوه وفي استمتاع و الى اخره. فبدايه اعتقد كانت موفقه جدا بالامس يعني. جميل جميل جميل. طبعا يعني الوقت كما هو معروف، الوقت بين نهايه الموسم اللي فات وبدايه الموسم الحالي يعني فتره زمنيه مش كبيره، وطبعا كلنا عارفين ومدركين ولمسنا ده بنفسنا ان في مجهود بدني كبير جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي نتيجه بقى يعني الحاجات الكتيره اللي كانت موجوده الفتره الاخيره، طبعا بحكم كمان ان لعيبه النادي الاهلي هم يعني اكتر لاعبي مصر مشاركه في بطولات مختلفه، في اكتر من بطوله سواء محليه او قاريه، ده طبعا غير اللعيبه الدوليه الموجوده مع المنتخبات. عشان كده مطلوب من الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني انه يرفع معدل الاحمال البدنيه، لان انت كمان داخل على معترك الماتشات الافريقيه، ده غير اللعيبه الدوليه زي ما قلت اللي عندها ارتباطات مع منتخب مصر في تصفيات المونديال. يعني الحقيقه لازم يبقى في استعدادات بشكل خاص. تاني حاجه، حسم اول 3 جولات دي حاجه مهمه جدا، اكيد انا مش بتكلم يعني دي حاجه تكون حاجه سهله، لان اكيد احنا هنلاعب فرق قويه بدايه من الاسماعيلي، فريق قوي معاه مدرب مجتهد طبعا كابتن طلعت يوسف، والبنك الاهلي شفنا امبارح قدم مباراه ممتازه قدام طلائع الجيش، والفوز الكبير بثلاثيه، وطبعا ماتش القمه امام الزمالك، واللي بيعتبر بكل حال من الاحوال ملوش علاقه باي مقاييس، ومحدش يقدر يستنتج ايه اللي هيحصل فيه، لكن اعتقد انه بنسبه 95% ان شاء الله هنشوف اهلي مختلف واداؤه هيبقى افضل بكتير، وده اللي اتكلم عنه بيتسو موسيماني لما كان معانا على التليفون من يومين، هو بيستهدف اداء ونتيجه، وان شاء الله بروح الفانيلا الحمراء نقدر نقدم موسم رائع ونستعيد لقب الدوري المحبب لكل الاهلاويه. بس كمان يعني من ضمن النقاط اللي فعلا حلوه قوي واكيد هيبقى ليها انعكاسات حلوه قوي، التواجد الجماهيري مره ثانيه في المباراه، عوده المشجعين طبعًا. ده امر، بص بقى المنظر هو او المنظر طبعًا. هو اللي يحكي لك يعني، الواحد مش هيتكلم كتير، ده المشهد اللي احنا نعرفه عن كره القدم اصلا، يعني ده اللي احنا لما اتولدنا وكبرنا كنا عندنا هذا المشهد، وهي دي كره القدم اللي نعرفها. للاسف الشديد الاوضاع يعني الاخيره، واحنا اتكلمنا في ده قبل كده، في لعيبه كريم يعني موجودين اصلا مع عصروش يعني مع عصروش المشجعين، فلا طبعا الوضع مختلف تماما تماما تماما. لكن نرجع ونقول تاني يعني في نقطة وهي في غاية الأهمية، هو الالتزام. احنا بنتكلم دلوقتي عندنا 1000 مشجع، يعني 1000 مشجع احنا لا عايزين نزود بقى ولا عايزين دلوقتي ننقص، خلينا في الوضع الحالي ده نلتزم بالإجراءات ونلتزم بالقوانين اللي هي بتتيح يعني 1000 مشجع، وبعد كده إن شاء الله ده يكون يعني بادرة خير ليه بعد كده. لكن أعتقد دي خطوة كانت مهمة، وخطوة البعض بقى يقول لك متأخرة مش متأخرة، مش دي قصتنا، المهم إن هي تمت، فإن شاء الله دي تكون البدايه، وبعد كده يكون في عوده كامله بقى للجماهير. وهي حتى لو كانت متاخره، ما هو متاخره ما غصب عن الواحد يعني، الوضع والكورونا والاجراءات اللي احنا يعني مش نتيجه حاجه ثانيه، عارفه لو كان حاجه ثانيه غير الكورونا اقول لك متاخره شويه، لكن اللي كان حاصل ده كان حاصل في العالم كله. اي وضع كان يعني بالظبط، اي وضع كان. على كل الاحوال يعني من اهم طبعا الدوافع الايجابيه اللي هتحصل نتيجه هذا الالتزام حضور اعداد
اكبر في ماتشات افريقيا للانديه وكمان ماتشات المنتخب، وان شاء الله ده يكون مؤشر عظيم، لان كالعاده الحضور الجماهيري يعتبر واحد من اهم عوامل نجاح الرياضه في اي بلد على الاطلاق، ونقطه كنا مفتقدينها جدا طول الفتره اللي فاتت. وان شاء الله ان شاء الله نسعد بقى بعوده زئير الجماهير في المدرجات مره ثانيه.